الجزاء لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. في هذا الحديث أبان النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل في جماعة تزيد أجراً على صلاته في بيته وفي سوقه منفرداً 25 ضعفاً، وأن سبب الزيادة عدد من العوامل، منها الوضوء وإسباغ الوضوء ومراعاة سننه وأدابه، الإتيان إلى المسجد، المشي إلى المسجد، عدم قصد غير الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، هذا دليل على الإخلاص. وليس في ذلك مانع أن يقصد الصلاة في المسجد وأن يرى مثلا زميلا له أو جارا له في المسجد، لكن الذي لا يخرج إلا إلى الصلاة فهذا أفضل. لم يخطو خطوة، النتيجة الأثر الجزاء، لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد.